وعندنا مجموعه من الحالات كانوا حالاتهم حرجه، وحنوقف مجموعه كبيره منهم اليوم على اساس في طائره سياره طائرات إسعاف طائر على اساس حيشيلوهم من حالات اليوم. حيدزوا ال 11 او ال 13 اللي هم حالتهم. بالنسبه للاحداث اللي وقعت في مدينه بنغازي ومن امس في منطقه بودزيره، نتج عنها عدد حالات دخول للمستشفى، اجمالي الحالات 82 حاله. طبعا في مجموعه منها كان اصاباتها بسيطه وغادرت المستشفى عن فور، وفي بعض منها اللي هي دخلت المستشفى، اللي هو كان دخول المستشفى حوالي 54 حاله.